والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا بقول الحق يا جماعة. انا مصرية، عمرنا ما شفنا الكلام المبتذل اللي بينزل دلوقتي على الميديا. ده كان يوم اسود يوم ما نزلوا الميديا. واحد يملى كرشه ويطلع بره وبعدين يناقشك يا اخ انت بتبوظ بخوخ الشباب ليه والبنات؟ احنا مش هنعيد المسخرة اللي حصلت قبل كده. هو ليه كويس ما بينفعش معاكم؟ ليه عاوزين اللي كده؟ ليه؟ هجوم شرس شنته الفنانة فيفي عبدو على كل من الهارب محمد علي ووائل غنيم وعدد من رموز جماعة الإخوان الإرهابية الداعين للفوضى في مصر. انت بعد ما مليت كرشك والتاني ملا كرشه والتاني ملا كرشه والتاني ملا كرشه 15 نفر هيلعبوا في مخ ملايين البني ادمين اللي موجودين في مصر. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ده مش كان قائد الجيش على ما اسمع وراجل بيتعلم مخابرات؟ انا عايز افهم يعني هو كان محتاج تيجي يبقى رئيس جمهوريه يحط كفنه على ايده هو واولاده وعيلته؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ وأشارت فيفي من خلال هذا المقطع أن الرئيس السيسي رئيس أهم دولة في الوطن العربي والعالم، وأن الذين يقومون بمثل هذه الفوضى حرامية ويقومون بسرقة الشعب، وأن مصر عمرها ما هتخيب بهؤلاء الخونة. عايزيننا زي سوريا والعراق فلا. يا جماعة الراجل ده مخلص، الراجل ده جدع، الراجل ده عمل إنجازات في مصر. روحوا شوفوا 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 الكباري، شوفوا الـ شوفوا الـ 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 مصر دي بقت ازاي. احنا ربنا خلق لنا جيش عشان يحمينا، يحمينا التلام بتشخر وهم واقفين على الحدود. وجاء هذا المقطع بعد الادعاءات التي قالها المقاول الهارب محمد علي ووائل غنيم ودعوتهم الى ثوره في مصر، كما ان قناه الجزيره فبركت عددا من الفيديوهات حيث بثت مقاطع يعود تاريخها الى ثوره 2011 على انها تظاهرات تشهدها الشوارع المصريه الان.